هي حالي والحال كتير تعباني فتيت وما لعبت فتيت وما لعبت فتيت وما لعبت فتيت وما لعبت هلا رح نسمع سوا فتت ما لعبت فتت ما لعبت بالاشتراك مع راديو سمارت. والله شكلك يا فادي سبيت ختيار وراح تاكله. حلك تتعلم يا رجل، حلك تلعبها بها. طالما ما عم تلعب معنا فعيرنا سكوتك الله يوفقك. بعدين الورق ما كان كتير طيب وما بقيان بمملكتي غير هالختيار، شو كان ممكن ألعب يعني؟ نك عود بقى دايما نفس الحجة، الورق ما كان مواتيات. شكله لازمك شي دورة التريكس مكثفة شي أسبوعين زمان وترجع. لك على الأقل تعلم وقت تسمي ختيار ما تاكله. مين فتح 10 ديناري؟ العشرة رزليك من عندي فراس أبو الفول، ولا يهمك، طنيش وخليك مركز شريك. الله وكيلك ما حدا حياكل الختيار غيره هني. بسم الله، شو هاد؟ عم تسأل شو هاد لك بها؟ لسه بحفظت الصوت الحنون. It is martyr of freedom، يعني هذا هاون الحرية يا مان. والله شكلها مو بعيدة، الله يطفيها بنوره. لا تخافوا عمي سليمة، نزلت بجنين القريبة، حسوني طقم مي للشباب على السريع بيكون نشف دمهم. عراسي معلم، هون الحريه قلت لي مودين. لكن براميل نظامك الحباب شو بتسميها؟ براميل شركاء الوطن ولا براميل المقاومه والممانعه يا مان؟ ولا صحيح انت رايك انه في سوريين درجه ثانيه وثالثه او يمكن 10؟ معليش تنزل على رؤوسهم البراميل كل يوم، وسوريين درجه اولى ما مسموح حدا يقرب عليهم، لا بهاوين ولا حتى بحجر. ولك الله يكسر ايدين هاللي عم يزت هاوي، عاش تفتحوا كبه بلا هالولدن. هو يدين أهله على هالترباية كمان، شريكك هو اللي عم يشق الكبة. ها وليش عم تدعي عليه سيد فادي؟ شو ليش عم ادعي عليه؟ بدك يعني بوس ايده مثلا؟ انا من ناحيتي بدعي له ما بدعي عليه. اوف كورس، وهيك منجيب الحرية مثل ما اجاك الختيار يا باشا. صحة. ايش لشت عمري لنشوف مملكتك سيد فراس. لك شنو الحكي هذا عاد لؤي؟ على شنو يعني بدك تدعي له؟ شنو عاجبك بالهون بالله؟ ايه معليش بها، خلي العالم تحس ولو بشيء بسيط كيف العالم الثاني عايش تحت القصف. اسمع الحكي بقى، لا حول ولا قوة إلا بالله. لك عمي بلا هالسيرة، القصة أكبر مني ومنكم، خلونا نكمل البرتية على رواق. هلأ سمعتنا حسك أخي فراس، شكلك بتنطرش وقت تسمع المدافع عم تضرب مقاسون على الغوطة أو على الأدم، ولا بتشوف البراميل بحلب والقصف على حمص ودرعة ودير الزور. لك يعني هلأ إذا في مدفعية عم تضرب على الغوطة لازم ينزل الهوان على رؤوس المدنيين بحواري الشام مثلا؟ ايه انا ما بتفرق معي، خلي الكل يدوق من نفس الكاس. استغفر الله العظيم، لعبولنا بنات. ايه لا يا سيد لؤي لا، يعني بدك تسمح لي، يعني موقفي وانت تعرفه زين يعني، وبدك تعرف انه انا ضد الدكتاتورية والقمع وكل الانظمة الشمولية حتى من قبل ما تبلش المظاهرات، وما كنت موافق ولا على تصرف من تصرفات الامن والشبيحة من اول يوم طلعت بيه العالم. بس تقول لي انه اكون مؤيد لضرب الهاون على الناس لاني ضد قصف غير مناطق؟ فهاي ما انزل الله بها من سلطان، ما حبيتها منك ابدا سيد دعي. بهاء حبيبي لا تعمل لي اياها ولا تقرب الصلاة وتوقف. انا ما قلت اني مع الهاون وسكتت، انا عم اقول انه الهاون رد فعل منطقي على كل شيء عم يعملوا النظام. لك اخي عالم محاصرة وعم تنقصف كل يوم، شو مفكرين يعني يرموا على مناطق النظام زنبق ولا نرجيس؟ ليش هدول بيعرفوا الزنبق والنرجس؟ لك هدول ما بيبقلون غير. ليش سكتت مودي؟ طلعنا افكارك النيرة لا تحبسها. شو كمان حابب تضيف؟ انه هدول ما بيعرفوا الزنبق والنرجس مشان هيك الكيماوي اللي قبهم. وطوا صوتكم يا شباب، ما بدنا حدا من هالطاولات اللي جنبنا يشتلوا عن نقاشكم الخلاق اللي حيحل مشاكل الازمة اللي صار لها ما عم تنحل 3 سنين. وهي بنت حتاكلها انت وما عرفيتها كمان. طولوا بالكم شوي مودي، انت بعدين ارجع لك، خليني هسا اكفي كلامي مع السيد لؤي. لك بضميرك بضميرك بسبب واحد مقنع او منطقي يبرر لهلي عم يشرف الهاون على مناطق المدنية؟ لك شو عم يستفيد غير انه عم يقتل المدنية ما لهم ذنب،
ولك احيانا عم بيكونوا هالمدنيين اصلا هربانين من قصف النظام. ولا بدك تقنعني انه بالهاون اللي عم ينشلف على العمياني عم يحقق انتصارات عسكريه مثلا؟ ما بعرف، اكيد عندهم اسباب ووجهه نظر. ونعم الراي والله. ومودي هسه انت كمان اقول لك الجيش عنده اسبابه ووجهه نظر لحتى يقصف مناطق مدنيه بالصواريخ وتعمل طيارات وغارات على ادلب وحلب ودرعا وحمص ودير الزور وغيرها وغيراته. لك اصلا لانه بي مثلك اخي لؤي عم يقول هسه انه مع الهاون بدال ما يصرخ بالصوت العالي انه ضده النظام، لكن النظام بنفسه يمكن احيانا يضرب هاون لحتى يخلي الراي العام يصير ضد الثوره وما يتعاطف معها. ايه كل شيء لزقه بالدوله انت واضح. هذا انا ما بدي الزق حدا بحدا، بدي انفض من هالبنت الرابعه وبس. انا ما بدي الزق شيء بالنظام ولا بدي الزق شيء بالمعارضه. انا كل جريمه بدي الزقها بصاحبها. صعب كثير يعني. ما هو يا مودي لو ما كنت عم تصفق للنظام من لما قرروا يردوا على المظاهرات بالرصاص، ولو ما صفقت للجيش لما اقتحم درعا بالبداية وقلت إن شاء الله يزرعوها بطاطا، كان يمكن اليوم ما فتحنا سيرة الهاون من أساسه. ها شوفك من دقيقتين عم تدعي على المناطق اللي عم يطلع منها هاون. لا تذكرني بهذيك الأيام مشان ولا الله. أوه هذيك الأيام هي أحلى الأيام بالنسبة لي، لك ما كان في أحلى من المظاهرات السنية. اي والله والله كنت استنى يوم الجمعة من السبت للخميس، مع اني ما كنت اطلع كتير بحكم مدينتي يعني. اي والله وانا يا فادي كتير بحب هذيك الايام وبحن الله، بس قصدت انه ما بحب اتذكر الناس اللي كانت تقول انه معلش الجيش يفوت يقتحم ويعتقل ويقتل ومدري شو. ايوه هذا مربط الفرس. ها شايف صرت مثل هذولاك الناس اللي عم تقول معلش الهاون ينزل هين وهين. الاربع بنات عندك فراس؟ ايه حبيبنا حزب الشرع. هلا القذيفه نزلت ومشي حالها والحمد لله ما صرنا شيء، بس اكلنا اربع بنات وورق يا ريت في شيء حقيقي. ايوه انت خليك مركز على التريكس ودير بالك تحكي بالسياسه، لا تروح تغضب عليك الحجه تسلم لي هضامتك عند هالمسا. اهلين امي. والله يا حش في راس موضوع البنات اللي بتبقى عم تاكلهم بلش يشغلني بالي. ها هذا ممكن يكون انه رح تتجوز اربعه بالمستقبل لقدام. انك خليني اقنع الحجه بالاول بعدين بنفكر بالباقيين. شو عم تقولي؟ وين هلا؟ كيفه؟ يلا يلا مسافه الطريق مسافه الطريق. يلا ليكني جاي لعندي. خير خير لو اي شوفي لك اختي ولا اختي ولا بالمشفى يا زلمي. خير خير شبه شو صاير؟ قال نزلت تجيب كم غرض من الدكاني بشان العشاء، فنازل قذيفة الهاوين بالحارة ومتصاوبي وهلأ هي بالمواساة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا قوموا يلا كلنا رايحين. حسوني حسوني الحساب الحساب على السريع. 825 ليرة